أعزائي المصممين، معكم باشمهندس محمود خالد، سينيور جرافيك ديزاينر في شركة فيوتشر ديزاين. وهنبدأ مع بعض محاضرة جديدة من محاضرات أدوبي أفتر إفكت. هنتعلم فيها الترانزيشن بأكتر من طريقة. أول طريقة مع بعض هنبدأها، أول حاجة هنجيب دول الفيديوهين اللي هنشتغل عليهم، هنظبط بس التايم لاين بتاعهم لأن هعمل ترانزيشن من فيديو للتاني، فمحتاجين إن أنا أصغر بس. طبعا احنا هنعمل الكومبوزيشن بتاعتنا بالشكل العادي اللي هو هيكون 1080 1920 في 1080 اللي هي متعارف عليها، ونخلي الديوريشن 5 ثواني، مش محتاجين اكتر من كده. بعد ما ظبطت خلاص التايم لاين بتاعي، اقدر دلوقتي ان انا اروح ل adjustment new adjustment، او ان انا اروح من قائمة layer واختار منها new واختار منها adjustment layer. بعد كده هروح ل الايفكتس بتاعتي واروح ل ديستورت واختار منها ترانسفورم. لحد هنا الدنيا تمام. هاخد كي فريم للبوزيشن من هنا، وبعد كده هروح ل هنا مثلا دقيقتين ثانيتين و27 جزء من الثانية، وهروح رايح واخد لحد هنا، خلي الفيديو يروح على الشمال خالص، البوزيشن بتاعي يكون على الشمال، وهروح رايح ل قائمة الإفكت تاني، وهختار منها ستايلز، وهختار منها اختار منها ريبتايل، وهروح رايح ل اكسباند رايت اللي هي هتخلي الفيديو يجي هنا يرجع تاني، بس طبعا هيكون ايه مع تكرار. برضو نفس النظام هكرر هنا تاني، ان انا هروح رايح للشمال وهاكسباند يمين. اخر مرة دي بقى هخليها تتظبط بالظبط، بحيث ان انا شايفين الجزء اللي هنا ده اخليه عند الحرف، كأن انا بخلي الفيديو بتاعي يرجع للاصل بتاعه. تمام. بص دلوقتي لو جيت شغلتها، بس طبعا في مشكلة. بص لو انا جيت عند هنا، شايفين الفاصل ده؟ الفاصل ده لازم ان انا احله ازاي دلوقتي؟ بان انا هاخد دول مع بعض، ادوس كليك يمين واعمل لهم بري كومبوز، وهسميه مثلا فريمز، وادوس دبل كليك عليه بحيث ان انا اخش جوه الكومبوزيشن ده، واخد دول كوبي كنترول سي، وارجع تاني للكومبوزيشن الاساسي بتاعه، ادوس كنترول في، وهخليهم يكونوا تحت الكومبوزيشن اللي هي المين كومبوزيشن بتاعتي. طبعا لو انا جيت وقفت دلوقتي، شايفين الفاصل ما بقاش موجود. في نقطة تانية، وهي ان انا اقدر اروح طبعا الكومبوزيشن اللي فيها الايديتس بتاعتي، وان انا احط لها بلور وافعل البلور بتاعي موشن بلور، بحيث ان ايه الحركة بتاعتي تكون فيها نوعا ما زي التريك كده. ده بالنسبة لي أول طريقة من طرق الترانزيشنز. في طبعا طرق كتير جدا، دي أول طريقة. وهنبدأ مع بعض دلوقتي الطريقة التانية. نبدأ مع بعض الطريقة التانية بنفس الفيديوهين، هننزلهم هنا وهنعمل نفس الموضوع تاني، ان احنا نصغر دي، نفس القصة هنا، نصغر دي ونخليها كده، اعتقد كده الدنيا تمام. ممكن بس نبدل اماكنهم ونخلي الفيديو التاني هو اللي فوق. بعد كده الطريقة التانية دي نوعا ما ابسط واسهل بكتير. هنيجي نقف هنا ونرسم ريكتانجل، او ممكن نخليه حتى مربع، اعتقد الدنيا كده تمام. وهنعمل له الاين مع
الفيديو نظبطه بس كده، نعمل الاين ليه، ممكن نكبر بس نحدد الشيب بتاعنا ونكبر الستروك شوية نتخنها. خد بالكوا انتوا لو محددين الفيديو هيعمل حاجة اسمها ماسك، مش هيرسم شيب، فلازم تتأكد ان انت واقف على البرنامج نفسه او لاغي التحديد على اي لاير تاني عشان يرسم شيب. طيب احنا نخليها من اول هنا، من اول هنا بالظبط، ونروح للترانسفورم بتاعت الشيب وناخد سكيل كي فريم، ونخلي السكيل بتاعي يكون زيرو، ونروح لحد الجزء اللي هنا مثلا لحد هنا كده، ونرجع السكيل تاني يكون اكبر من، نخليه اكبر من الفيديو، يعني خليه بره الفيديو خالص. لحد كده دلوقتي لو جينا رجعنا لحد هنا شايفين، بس لسه طبعا محتاج شوية ايديت، تجي تظبط تاني. طيب نرجع بقى لحد هنا، ممكن بس نعمل حاجة، نخليه بلور، نعمله بلور يكون الحركة بتاعته احسن، اعتقد كده تمام ماشي. دلوقتي هنحدد الفيديو التاني، وبرضو المفروض الكي فريمز دول نخليهم F9 عشان خاطر يعمل ايزي ايز، ونحدد الفيديو التاني ونيجي عند هنا مثلا، وقف بس البلور، وهاجي على نفس الأداة اللي هي الشيب، وهرسم نلغي بس الماسك ده، نلغي ده كمان بس عشان يكون باين، احنا عايزين ده كده نشده هنا يكون كده كويس. دلوقتي لو جيت رسمت بص اللي هيحصل، الفيديو التاني هيظهر جوه اللاير بتاعي او جوه المربع اللي انا راسمه. طيب دلوقتي محتاجين نوصل هنا بقى، ونخلي الماسك باس ناخد منه كي فريم، ونبتدي نروح لحد الاخر هنا ونكبر نفس الطريقة اللي عملناها في المرة الاولى، كنترول تي، دوس كنترول تي او كوماند تي لو انت بتستخدم ماك، كنترول تي، ونبتدي نكبر لحد الاخر. بس بقى هنيجي لحد هنا الكي فريم الاولاني ده، هنصغر الماسك ده لحد ما نخليه يختفي خالص، فاهم قصدي؟ ندوس كنترول تي ونبتدي نصغره نهائي، نبتدي نشوف دلوقتي تاني. في نقطة هنا احنا ممكن نظبطها، الحجم ما كانش مظبوط او مش ما كانش احسن حاجة، دي ايه نظبطها احنا ده كده تمام. دي الطريقة التانية لي عمل انيميشن نكون مرتاحين فيه، او طبعا محتاجين ترانزيشن نكون مرتاحين فيه، تقدر انت بقى تلعب فيها براحتك، انت تظبط الدنيا بتاعتك. احنا ممكن نقدر نخلي دي لحد هنا كده عادي، بحيث ان هو ايه يبقى مداري الجزء الاسود اللي ورا ده. دي الطريقة التانية.
في طريقة تالتة مشهورة برضو هعملها لكم دلوقتي ونشتغل عليها. هنبدأ مع بعض تالت طريقة للترانزيشن بتاعنا. طبعا بنفس الطريقة نظبط الفيديو بتاعنا بالشكل ده، نحط الفيديوهين ونظبطهم زي ما عملنا في كل طريقة في اللي فاتوا. وهنختار البراشز، هتجيب البراشز تحمل بقى من على النت زي ما انت عايز، بس تتأكد ان هي PNG، هتلاقيها سودة بالشكل ده كده. لو دوست عليها دبل كليك ودوست على التوجل هتلاقيه بيعمل البراش بالطريقة دي. ناخد طبعا البراش وننزلها معانا هنا. نرجع بس للكمزيشن بتاعنا. طيب هنظبط طبعا السكيل بتاعنا، نخليها اكبر شوية بحيث ان هي ما تاخدش مننا وقت طويل، وندوس P نظبط البوزيشن بتاعها في المكان اللي احنا عايزينه. تمام، بعد كده هنروح للإفكت واختار ترانزيشن واختار منها لينير وايب، وهقف هنا وهخلي هاخد كي فريم للترانزيشن وهخليها 100%، وهروح رايح لحد هنا مثلا وهرجعها 0 تاني. ممكن نجي هنا، اعتقد هي محتاجة يتعمل لها زي فلاب او خاصية ان انا كأني قلبتها يعني. طبعا بعد ما قلبتها دلوقتي شايفين اعتقد كده الدنيا احسن شوية. اوكي ماشي، نفس النظام هعمله بقى مع الباقيين. هروح راجع للبروجكت بتاعي وهختار التانية انزلها، هرجع هنا واخد الافكت كنترول سي وهروح على التانية ادوس كنترول، بس هظبط لها السكيل بتاعها الاول. نيجي هنا بس عشان خاطر اعرف كل واحدة فيهم مكانها، تكون كده مثلا. بعد كده كنترول في عشان خاطر احط لها اوكي ناخد دول كده نخليهم يكونوا من اول هنا بحيث ان يكونوا الاتنين مع بعض. بعد كده هروح ل البروجكت وهاخد البراش التالتة، سكيل ظبط حجم السكيل بتاعها، بوزيشن خليها هنا كده مثلا. نفس النظام هرجع اقف هنا كنترول في بقول تلاتة كده ايه مع بعض. اوكي هاخد من التلاتة دوبليكيت وهاخد البوزيشن بتاع التلاتة الجداد خليهم هنا كده مثلا يكونوا هنا. اوكي بعد كده هروح رايح للاير واقول له انا عايز سوليد كولر، واتاكد ان اللون اللي انا خدته اسود وهنزلها تحتيهم كلهم، وهختار تي عشان انا محتاج الاوباسيتي بتاعتي تكون هنا 0، واروح رايح مثلا لحد النص هنا وهخليها 100%. اوكي حاسس ان ايه انا محتاجها تكون من اول من اخر حاجة هيظهر فيها كل الافكتس اهي النقطة دي كده مثلا، محتاج دي تكون معاه. طبعا في نقطة انا نسيتها دلوقتي، ان انا اخد اصلا كي فريم، ده خطأ مني انا لحد هنا كده.
وهقول له هات لي دي بقى ايه 100%، وخلي دي كده كده الدنيا دي احسن. بعد كده هاخد دول كلهم واعمل لهم كليك يمين، احطهم ايه كومزيشن لوحدهم، واتاكد ان الكومزيشن الجديد اللي انا عملته ده يكون فوق الفيديو التاني، بحيث ان انا مجرد ما هدوس هنا ادوس الفا. بصوا محتاج ان هي تكون هنا، دي تكون دي كده، حركهم هنا، ابتدي اشغل بقى. ممكن برضو نقدمها شوية كمان بحيث ان انا اظبطها زي ما انا عايز بالظبط. ده ستايل ترانزيشن مختلف عن الاتنين اللي فاتوا. اتمنى تكونوا استفدتوا، واشوفكم في محاضرات جاية ان شاء الله.